بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، صدق الله العلي العظيم. من مهام الأنبياء والذين يقتفون أثر الأنبياء التبليغ، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، بل يمكن أن نقول إن بعض الأنبياء صرفوا كل وقتهم على التبليغ. إني دعوت قومي ليلا ونهارا. النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام صرف كل عمره على التبليغ. دعوت قومي ليلا ونهارا. قضية النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما أراد أن يلتقي بفرعون، تلك الطاغية الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، حقيقة قضية معبرة، لأجل التبليغ عانى ما عانى لأجل الالتقاء فقط بفرعون. لاحظوا تلك القضية المفصلة، كان يجي إلى باب قصر فرعون حسب تعبيرنا في أوقات الدوامة ويقف وما يخلوا يدخل من أول الدوام إلى نهاية الدوام، 8 ساعات 10 ساعات على باب القصر حتى يبلغ رسالة الله. مو يوم، مو يومين، مو شهر، مو شهرين. حقيقة واحد يخلي نفسه مكان النبي موسى إذا يريد يروح إلى قرية أو مدينة أو جماعة أو شخص يبلغ عنده وما يعطي طريق، إيش قد يتحمل؟ أو فورا يقول خلاص انتهت وظيفتي. النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه استمر على هذه الحالة 3 سنوات يوميا. حينما كان يفتح باب قصر فرعون إلى أن يغلق الباب، الناس يطبون يطلعون، النبي موسى ما يخلو يدخل على فرعون. دعوت قومي ليلا ونهارا وبلا نتيجة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. بل يمكن أن نقول إن الهدف من بعثة الأنبياء فقط وفقط الرسالة، ينحصر عملهم في أمر الرسالة. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا حصر الرسالة في ماذا؟ في الدعوة إلى الله، في التبليغ.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. رجل العلم الديني، طلبة العلوم الدينية يقتفون أثر الأنبياء، الناس ينظرون إليهم كما ينظرون إلى الأنبياء، لأن رجل العلم الديني طالب العلم ممثل لرسول الله صلى الله عليه وآله. كيف ينبغي أن تكون أمر أن يكون أمر التبليغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ وما هي المواصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يوفرها في نفسه؟ وما هي العلوم التي يجب عليه أن يتعلمها؟ هنالك مجموعة من العلوم، الآن ليس حديثي في هذا الباب، الذي يريد أن يبلغ حق التبليغ يؤدي الواجب المفروض عليه، يجب أن يتعلم مجموعة من العلوم. إحدى المرات نقلت للبعض أن هنالك علوم متعددة، مثلا على سبيل المثال من أهم العلوم أن يعلم القرآن وتفسير القرآن. يبلغون رسالات الله، أين رسالة الله؟ المصدر الرئيسي لرسالة الله تبارك وتعالى القرآن. أن يتعلم الحديث، كتاب الله وعترتي، علم الحديث، أن يعرف معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعد ذلك الفقه، الأصول، البلاغة، النحو، الصرف، فن المناظرة. المبلغ حينما يذهب إلى التبليغ لابد وأن يتسلح بفن المناظرة، وإلا الدعوة تكون محدودة وتكون قاصرة عن أداء ما ينبغي عليه. أن يتعلم علم الاجتماع، أن يتعلم علم النفس. هذه العلوم اللي ربما الآن وصلت إلى 10، يجب أن يتسلح طالب العلم المبلغ بهذه العلوم. ولكن من أهم الأمور وأشقها، هذه العلوم 10 أو أكثر واحد يتعلمها بمقدار من التعليم والتعلم، يخصص جزء من الوقت باليوم ساعة ساعتين أقل أكثر لهذا العلم ولذاك ولذاك، بعد فترة من الزمن يتسلط عليه. ولكن هنالك عامل مهم جدا للتبليغ اللي يمهد أرضية القبول عند الناس. هذا العامل اللي لولاه لما أمكن للمبلغ أن يؤدي واجبه، لأن الناس لا يستمعون إليه. المبلغ بحاجة إلى دعوة الناس، الناس إذا لا يلتفون حوله كيف يدعو؟ الأرضية اللي تمهد لقبول الدعوة هو عامل جدا مهم وجدا صعب وجدا حساس، اللي عادة الإنسان بفعل العوامل الخارجية والضغوطات النفسية يبتعد عن هذا العامل الرئيسي، والتي يقول عنه تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول يريد أن يبلغ ينفض الناس عن حوله. هل يمكن التبليغ كذلك؟ العامل المهم التحلي بمكارم الأخلاق، التحلي بالأخلاق الحسنة، التحلي بالأخلاق الفاضلة، وإلا الناس ينفرون عنه ولا يمكنه التبليغ ولا يمكنه أن يؤدي رسالته. فبما رحمة من الله لنت لهم، وإنك لعلى خلق عظيم. بهذه الأخلاق الحسنة العظيمة التي الله تبارك وتعالى يعطي وسام لرسول الله صلى الله عليه وآله، وصل الأمر إلى فترة زمنية قصيرة جدا طبق المعايير الظاهرية، مستحيل أن يصل الإنسان في هذه الفترة إلى هذا الإنجاز. 23 سنة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الإنسان بالذات طالب العلم المبلغ على طول التاريخ يصادف مشاكل مع عائلته، مع الناس، مع مختلف الذين يلتقي بهم. ربما يكون الحق معه، الحق 100% وياه، ولكن هنالك حق يمكن للإنسان أن يأخذ حقه، وهنالك مفهوم وقيمة أعلى من الحق. بعض الأحيان واحد لازم الحق يتركه، حقه يتنازل عنه. يقول الآية الكريمة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. صحيح، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا حق. ولكن الآية الأخرى ماذا تقول؟ جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا. هذا المفهوم اللي هو أعلى من مفهوم أخذ الحق، تنازل، العفو. هذا سيرة الأنبياء، هذا سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. النبي صلى الله عليه وآله حينما هاجر من مكة ترك بيوتا، واحد يقرأ تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله يشوف شلون تعامل، هل أخذ في كل مكان بحقه أو تنازل عن حقه لأجل هدف أسمى، لأجل قيمة أعلى. وعاد بعد 10 سنوات منتصرا فاتحا. كان من حق النبي صلى الله عليه وآله الشرعي، وكان من حقه العقلي، وكان من حقه العرفي أن يسترجع تلك البيوت التي صودرت، مصادرة بيت النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لم يفعل. قال: احنا ما عدنا بمكة بيت، خلص انتهى، تنازل عن هذا الحق. لماذا؟ إذا واحد يصر في هذا اللباس، في هذا الزي، في هذه المهمة على أخذ حقه، الناس ما يفهمون هذا شي يقول، حتى وإن لم يكن الحق مع الطرف المقابل، ينظر إلى رجل العلم الديني بمنظار رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بمرور الزمن يسبب ذلك ردة عنده، يرتد عن الدين. إذا ساء خلقه بحق أو بغير حق، إذا أراد أخذ حقه بحق، زوجته تتأذى من عنده، الحق مع زوجته، الحق معه،
مو مع الزوجة، الحق مع الزوج وهو رجل العلم الديني، مو مع الزوجة. إذا أراد يأخذ حقه الزوجة تتألم، وبمرور الزمان تقول هذا مو أخلاق الأنبياء. تنقل أخلاق زوجها إلى أمها وإلى أبيها، هذا الأخلاق، هذا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مو مقرب إلى الدين. والأب والأم ينقلون أخلاقه إلى أقربائهم، وإذا بعشيرة بعائلة لسوء خلقه ولإصراره على أخذ حقه يبتعدون عن الدين. هذا صار نقض الغرض. يأتي رجل يسب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وجهه ويصفه بالكفر، قاتله الله من كافر ما أفقهه، هتشي يسب أمير المؤمنين وهو المقتدر الإمام المعصوم الحاكم، هتشي يسبب وجهه، فكيف تكون مقابلة علي صلوات الله وسلامه عليه معه؟ هذا درس لنا، تعليم لنا. أصحاب أمير المؤمنين يريدون يجابوا يردون عليه، ولكن يقول لهم مهلا مهلا، إنما هو سب بسب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أو قيمة أعلى، عفو عن ذنب، أخطأ وما أعظمه من خطأ استوجب بها أو به النار والعار، نار الآخرة وعار الدنيا إلى يومنا هذا. وفي مقطع آخر، وأنا أولى بالعفو. هذا قيمة مراعاة الأخلاق الفاضلة. دعاء مكارم الأخلاق حقيقة ضروري واحد يقرأ باليوم مرة، ما يلحق بالأسبوع مرة، ما يلحق بالشهر مرة، يقرأ بتأمل. السيد العم حفظه الله يؤكد دائما على قراءة دعاء مكارم الأخلاق بتأمل. وعلى ما ببالي بعض العلماء كان يقول إذا دار الأمر بين هذا الدعاء ودعاء آخر، يمكن دعاء كوميل أو ما أشبه ذلك، كان يرجح هذا الدعاء لأنه يصنع الإنسان الذي يريده الله تبارك وتعالى. شوفوا القيم الموجودة في هذا الدعاء، اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. شوفوا القيم والمعاني النبيلة السامية في هذه العبارات، تسديد من الله، سددني يا الله، لماذا؟ لأن أعارض من غشني بالنصح، ده يغش، ده يعتدي علي. ما أقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ما أعتمد، ما أفعل ما ينبغي ويجوز، وإنما أقوم بفعل ما هو أعلى وأفضل. أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني تركك بالبر، لا أنا أبره، هو تركني هو هجرني، أنا أعمل بما ينبغي لي مو بما ينبغي له وبما يستحقه، بما يكون من استحقاقي. وأثيب من حرمني حقي، حرمني حقي، وأثيب من حرمني بالبذل، أنا أعطي أبذل له، وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتاب، حج علي اغتابني، خلي اغتابك
السماء لم تنطبق على الأرض، ما صار شيء. المرحوم الأخ رحمة الله عليه له كلمة لطيفة، يقول الأخلاق الفاضلة مو معنى أنه سلم علي أنا أسلم عليه، هذا مو أخلاق، هذا تجارة. أجي إلى مجلسي أروح إلى مجلسه، البعض عندهم تشي قاعدة، زارني أزوره، مرة زارني مرة أزوره، أطلب زيارة، هذا منطقة. يمكنهم حسب المعادلات الطبيعية هذا يكون صحيح، معادلات الطبيعية هاي تجارة أخذ وعطاء. مرحوم الأخ رحمة الله عليه كان يقول هذا مو أخلاق، هاي تجارة. أجي إلى بيتي أروح إلى بيت، أجي إلى ضيافتي أروح إلى ضيافته، سلم علي أسلم عليه، احترمني أحترمه، هذا مو أخلاق، هذه تجارة، هذه معاملة. الأخلاق وين؟ ما أجي إلى مجلسي أروح إلى مجلسي، ما سلم علي أنا أسلم عليه. مرحوم الوالد حقيقة واحد يجرب هذا الشيء يشوف إيش قد معاناة، كان يسلم على فرد ولا يرد عليه. إحنا مرة نسلم عليه، مرتين، ثلاث مرات، بعد ما نسلم عليه خلاص ما يستحق، مو مؤدب. لازم أنبهه، التكبر على المتكبر عبادة. يمكن نفلسف له فلسفة معينة، نبين له فرد توجيه معين، ولكن المرحوم الوالد كان يصر على السلام على هذا الفرد لمدة سنتين. حقيقة صعب، أنا مجرب شايفة صعب. جربوا فرد مرة، فرد واحد اللي أخلاقه سيئة وياكم سلموا عليه وخلي لي يرد مرة مرتين ثلاث مرات، واحد نفسيا بعد ما يرتاح يسلم عليه لمدة سنتين، وبعد سنتين لا نقلبه، وجاء واعتذر في قضية مفصلة. في تلك القضية المعروفة في رسالة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه للمرجع المعروف بالأخلاق الحسنة، كيف يوجهه بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه؟ رخص نفسك. لا، إحنا بالعكس، أعدل نفسي وأخذ نفسي وأكشخ حالي وما دير بال لهذا وما دير بال لذاك. رخص نفسك واجلس في الدهليز سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، واقض حوائج الناس، كن في متناول أيدي الناس رخيصا، يعني متواضعا مو متكبرا. وفي المقابل بلغني قبل فترة أنه طالب من الطلاب الله تبارك وتعالى مكنه بشيئا، أعطى فرد موقعية اجتماعية وإذا به ينقطع عن جميع، لنقول عن جميع، عن معظم ما كان له علاقة معهم، ما كانت له علاقة معهم. حتى واحد يريد يلتقي به ما يقدر يلتقي به، حتى صاحبه صديقه أستاذه أو بمنزلته أستاذه، مو أستاذه مباشرة، بمنزلته أستاذه أو زميله، يريد يتصل بما يجاوب على التلفون. وين رخص نفسك؟ اجلس في الدهليز، اخضع حوائج الناس. وبين هذه الظاهرة اللي لا سمح الله قد تصيب الإنسان في المستقبل القريب أو البعيد، في التعامل مع الناس مقدمة للدعوة، الإنسان يجب عليه أن يتسلح بسلاح مكارم الأخلاق، وإلا مثل الجندي الحشد الشعبي اللي يدزوه بلا سلاح. شلون ندرك فاجعة الأمر؟ المجازر التي وقعت هذه الفترة كثير منها لعدم وجود السلاح، لعدم الإمكانات. إحنا الآن ندرك المجزرة والفاجعة اللي تصيب هؤلاء المجاهدين. ليش؟ لأن دزوا بلا دعم، بلا توجيه، بلا إرشاد. رجل العلم الديني حينما يذهب للتبليغ بلا سلاح مكارم الأخلاق مثل هذا الجندي، هذا المدافع عن حريم الوطن، يذهب بلا سلاح.
ربما يقول أنه نهي عن المنكر، أريد أنهي عن المنكر، فلازم أقطب وجهي وجبيني. الجواب على ذلك، النهي عن المنكر له أسلوب، أساليب متعددة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. مع من؟ مع الطرف المقابل. انهى عن المنكر ولكن بأسلوب شيق. النهي عن المنكر أيضا له أسلوبه الخاص. أنقل هذه القضية وأختم الحد. أجى رجل قبل حوالي يمكن 5 سنوات 6 سنوات أو أكثر عند السيد العم حفظه الله، قال له: سيدنا، أنا منذ 50 سنة لم أرتكب معصية. ليش؟ لأجل موقف منك. هذا الموقف قارنوه بموقف آخر. الرجل الذي يقول للفاسق: يا فاسق أخرج، يمكن نهي عن المنكر بهذه الصياغة. صار أجا واحد التقى برجل من الفضلاء، قال له فرد مطلب. هو ملتفت إليه قال: يا فاسق. كان عليه فسق ظاهر لا علينا به، ولكن هذا الرجل اللي قال: أنا 50 سنة لم أرتكب معصية، لأجل ماذا؟ لأجل موقف من السيد العم حفظه الله. متى؟ منذ أن كان صغيرا، يمكن عمره 12 سنة، حتى العارضان لم يكتملا. شنو؟ يقول: أنت كنت قاعد يمي في مجلس ولابس عمامة وأنت صغير جدا، وأنا لابس خاتم من ذهب، وقبلك الكثير من الناس كانوا ناهين عن المنكر، فشفتك دا تعاين أنا لابس الذهب، قلت ويا نفسي: هذا إذا ينهاني عن المنكر أصفعه. ضايج، واحد رايح واحد جاي، واحد يقول له واحد ينهى بصياغات متعددة، فيريد يطلع حرقة القلب على هذا الطفل عمره 12 سنة يمكن، فيقول: أنت عاينت عاينت عاينت. فد مرة قلت: عفوا بأدب، مو أفضل هذا الخاتم تعطيه هدية لزوجتك؟ يقول: بلا اختيار مني. قلت: على عيني على عيني، ونفس الوقت طلعت الخاتم وخليته بجيبي، وإلى يومنا هذا لم أرتكب هذه المعصية وسائر المعاصي بالمقدار اللي يمكن. هذا اللي ناوي أن يصفعه صفعاً، ناوي من كثرة ما سمع، ولكن الأسلوب، اللباس الجميل، الطريقة الهادئة كيف أثرت عليه حتى أنه لم يرتكب معصية 50 عاما. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي الحديث الشريف: ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتبليغ حق التبليغ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.